هي حتة المخلل اللي بتفتح نفس الناس. ده فاكهة السفرة. ده بقى تعبير الأستاذة رحمة، ليها طعم مختلف. شايفين؟ فعلا زي ما بيقولنا الزباين بوكيه ورد. فن والله بجد. أنا عايزة أجرب. اتفضل. تحفة. ألف هنا وشفا حبيبتي. مع بداية شهر رمضان الكريم بنلاقي المخلل ملا الشوارع والإقبال عليه بيكون كبير جداً، فزي ما بيقولوا كده هو فاكهة السفرة. فاحنا النهاردة نزلنا حي السيدة زينب عشان نقابل أم أحمد، ست بسيطة نزلت تشتغل في محل حماتها اللي من 50 سنة. تعالوا بينا نعرف القصة إيه، وأهلاً بيكم في حلقة جديدة من تكاية رحمة. تعلمتي بقى الصنعة إزاي؟ بصي اللي فيه مش اي حد يعني، على فكره المخلل ده مع انه شيء يبان ان هو بسيط بس مش اي حد يظبطه طبعا يعني. بصي انا بحب الشغل جدا في اي مجال انا ممكن اشتغل فيه، فانا يعني كمني بحب الشغل وبحب اسرتي كويس يعني جدا، فعشان كده بحبيت الشغل هنا وبكمل المسيره يعني. ايه اكتر صنف مخلل عليه اقبال اكتر منك الناس بتحبه قوي يعني؟ والله بصي الاكل ده اذواق، في ناس بتحب الفلفل، في ناس تحب البصل، الخيار، يعني مش كله زي بعضي. خليله بقى من قبل رمضان بقد ايه عشان؟ والله ممكن بس ايه يعني في حاجات ممكن ايه تخليها من السنه للسنه، وفي حاجات ان هي بتاخد شهرين، في حاجات ان انت بس بقى طبعا بتغيري عليه. حاجات بتقعد سنه تخلل؟ زي ايه مثلا؟ زي الجزر، الليفت يقعد مده يعني. بيقعدوا، واحنا طبعا بنتابعهم، لازم بنغير عليهم المايه باستمرار. طبعا بنديهم مايه وملح وبنغير عليهم، يعني مش بنسيبهم السنه بميتهم، لا احنا بنبدل عليهم المايه. ما بيبقاش بنفس الطعم لما بنشتريه بنفس في الايام العاديه غير في رمضان. غير رمضان لان هقول لك الناس بتبقى صايمه، وده فاكهه السفره، دي الفاكهه بتاعت السفره. الحاجه اللي بتفتح النفس للاكل، انت عارفه رمضان بقى بيبقى الواحد صايم ما بياكلش كويس، هو شويه العصاير وبتاع، هي حته المخلل اللي بتفتح نفس الناس. عايزين بقى نعرف سر يعني الطريقه بتاعت ام احمد في انها تخلي المخلل ويطلع عليه الاقبال ده كله. بصي يعني الحمد لله حبي للناس هو اللي بيخلي يعني كل حاجه حلوه الحمد لله. ام احمد قولي لي وقفتك في الشارع علمتك ايه؟ بصي علمتني الجدعانه، الرجوله، بنت البلد اللي على اصولها. احنا بقى عايزين ام احمد نعرف سر المخلل بتاعك اللي عامل قلبان هنا في السيده زينب. حبيبتي فتعلميني بقى، تقولي لي ازاي المخلل بيتعمل ازاي؟ بيتعمل ازاي ولا بتعبي ازاي؟ بيتعمل ازاي؟ بيتعمل ازاي؟ احنا بنجيب اللفت او الجزر او الحاجات المطلوبه، بتتغسل، بنحطها في ميه وملح وملح شديد، بتحافظ عليها، وبعدين بعد 20 يوم ولا حاجه بنبدل عليه الميه عشان برده ما نخسرش البضاعه وما نخسرش برده الزبون بتاعنا، عشان الحاجه تبقى طعمها حلو. طب يلا نعبي بقى ونوريكوا اصلا هنقطع ازاي ونقطع ونعمل. اكتر حاجه عليها اقبال من الناس اللي هو المخلل البلدي. البلدي الارنبيط. برافو عليك. بعدين ادي بقى لفت وجزر تاني. بصوا بقى يعني احنا بنحط لفت وجزر وبعدين باقي الاصناف بتحط في النص، وبعدين نرجع نحط لفت وجزر تاني نقفل عليهم تاني. ده بقى تعبير الاستاذه رحمه. هننسى اهم حاجه يا ام احمد كده. الميه دي بقى بتعمل ازاي؟ ميه وخل وملح وتوابل. دي تست تاني كده، طعم مختلف للمخلل على ما ناكله كده طبعا، صح؟ طبعا ليها طعم تاني جامد يعني. ليها طعم مختلف بقى. شايفين انا شايفه كمان فيها هريسه. عايزه تحطي شطه؟ هريسه ليها شطه طبعا. فعلا زي ما بيقولوا لها الزباين بوكيه ورد. فن والله بجد. ده اسمه مشت. ده مخصص في تقطيع المخلل. لتقطيع المخللات. انا عايزه اجرب. اتفضل. باقي لي حاجه واحده بس، ان انا ادوق بقى بني في نهايه الحلقه بتاعتي ان انا اي دوق. حاجه تعجبك اتفضلي. بألف هنا وشفا. هنجرب اللفت. هنجرب الخيار. اللفت تحفه بجد. تسلم ايدك. الف هنا وشفا.
اتفضلي بقى الليمونه. الليمون ده بقى انا بعشق الليمون والزيتون اكتر حاجه. والزيتونه تحفه. الف هنا وشفا حبيبه قلبي. الف هنا وشفا. تسلمي لي. عرفتي بقى ان دي يعني فاكهه السفره ولا لا؟ بصوا يعني نخلي البره بيبقى مختلف عن بتاع البيت. هو ده بتاع البيت على فكره. لان انا حاسه ان ماما هي اللي عامله المخلل بتاع البيت والله بجد. الف هنا وشفا. ربنا يخليها لك يا حبيبتي. والف هنا وشفا بجد بجد. كل نوع احلى من اللي قبله. اللفت، الخيار، البصل، الزيتون، الليمون، الشطه، كل حاجه اجمد من اللي قبلها بجد. تسلم ايدك. وكل سنه وحضراتكم طيبين. لو انتوا بقى عندكم اقتراحات للناس تانية، مكافحه، ناس بتعمل اكل حلو واكل مختلف، حاجه متعلقه برمضان، اكتبوا لنا ده في الكومنتات. اشوفكم على خير من تكية رحمه.